لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا المرة اللي فاتت في قيود الإقفال. قبل ما نبدأ، حد عنده أي استفسار في الأجزاء اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع جديد وهو المخصصات. عايزين مثال للمراجعة عملي. لا، شغل المراجعة يعني ما ينفعش نقول عايزين مثال للمراجعة عملي عشان حضرتك تعرف مراجعة. لازم الأول على قائمة الدخل، ازاي تعمل مراجعة على قائمة الدخل، ولا ايه المقصود بالموضوع يا استاذ محمد؟ يعني عايز تعرف ازاي بتتعمل قائمة الدخل تاني من جديد؟ اعداد كيفية اعداد قائمة الدخل. كيفية اعداد قائمة الدخل. طبعا احنا قلنا يا اساتذة قائمة الدخل الحسابات اللي فيها هي النوع الثاني من الحسابات، وهي الحسابات المؤقتة أو الإسمية أو الوهمية. الحسابات اللي بتتفتح في بداية الفترة وتتقفل في نهايتها، اللي هي حساب الإيرادات والمصروفات بمعنى أصح. وقلنا إن بيبقى موجود فيها قائمة الدخل دي عبارة عن حسابين كنا بنعملهم زمان، وهو حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر. الجزء اللي فوق في قائمة الدخل لحد مجمل الربح هو ده اللي كنا بنقول عليه الأول حساب المتاجرة. وده بيتحط فيه الإيرادات التي تخص النشاط الرئيسي للشركة وتكلفة هذه الإيرادات، وبالتالي أنا بطرح إيراد مبيعاتي ناقص تكلفة البضاعة المباعة فيديني مجمل الربح. أبتدي أضيف عليه الإيرادات الأخرى وأخصم منه إجمالي المصروفات. وده اللي كنا شغالين عليه المرة اللي فاتت لما عملنا الكلام ده. أوري لحضرتك قائمة الدخل بتاعت المرة اللي فاتت. قدام حضرتك قائمة الدخل اهي، قلنا عبارة عن إيراد المبيعات بتاعتك خلال الفترة ناقص مردودات المبيعات ناقص الخصم المسموح، يديني حاجة اسمها صافي المبيعات، صافي البضاعة اللي اتباعت من عند حضرتك. البضاعة دي تكلفتها كام عليك؟ تكلفة البضاعة المباعة هي عبارة عن ايه؟ هي الجزء اللي قدام حضرتك تحت ده، اللي هو عبارة عن صافي المشتريات، اللي هي المشتريات زائد مصروفات المشتريات ناقص مردودات المشتريات ناقص الخصم المكتسب ناقص يديني صافي المشتريات بتاعتي. اجمعها على بضاعة اول المدة يديني حاجة اسمها البضاعة المتاحة للبيع. اطرح منها اللي فاضل في المخازن عندي في نهاية الفترة يديني تكلفة البضاعة المباعة. لما اطرح تكلفة البضاعة المباعة من صافي المبيعات بيديني الجروس بروفيت مجمل الربح. وده اللي كنا لحد هنا بنسميه حساب المتاجرة، وكنا بناخد مجمل الربح نقفله في الجزء اللي تحت وهو حساب الارباح والخسائر. مجمل الربح زائد ايرادات اخرى لو موجودة، اللي هي ايرادات لا تخص النشاط، ناقص كل المصروفات اللي هي المصاريف الادارية والعمومية والمصاريف البيعية والتسويقية، يديني في الاخر صافي الربح او الخسارة خلال الفترة المالية اللي حضرتك بتشتغل عليها. وضحت كده يا استاذ محمد ازاي انك انت تعمل قائمة الدخل؟ ماشي حب. اي استفسار اخر يا اساتذة؟ النهاردة عايزين نتكلم في موضوع جديد ومهم وهو المخصصات. المخصص، الاقي انه جزء المخصصات من الحاجات المهمة قوي واللي حضرتك بتتطرق اليها وانت شغال في حاجات كتير، لان المخصصات انواع. اولا ايه هو المخصص؟ المخصص بتعرفنا ليه بنقول هو عبء بيحمل على قائمة الدخل. عبء بيحمل على قائمة الدخل فيقلل الإيرادات، بيقلل الإيرادات. والمخصصات هي الطريقة
التي تتماشى مع الجاب Generally Accepted Accounting، اللي هي المبادئ المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما. طبقا للجاب بنقول طريقة المخصص هي اللي بتبقى أصح، لكن في الواقع العملي في ناس ما بتشتغلش بطريقة المخصصات. المخصصات فيما يخص مصلحة الضرائب بيعترفوا بمخصصات إجمالي مخصصات الشركة لا تتعدى 5% من صافي الربح القابل للتوزيع، من صافي ربح العام، من صافي ربح العام. يبقى إجمالي مخصصاتك في شركتك لا تتعدى 5% من صافي الربح. طب وإذا تعدت؟ قال اللي فوق 5% يرد إلى صافي الربح وتدفع عليه ضرائب، هو بيعدلكش حاجة في قوائمك. أما فيما يخص البنوك، فالبنوك المخصصات فيها بتكون 10% من صافي الأرباح. ده تعرفنا للمخصص. لو أنت ما كونتش مخصص نلاقي إن إحنا بنخالف بعض المبادئ المحاسبية، منها مبدأ الاستحقاق. إن أنا لو عندي بعت بضاعة في سنة 2012 العميل ما سددش، وفي سنة 2013 حضرتك أعدمت الدين، فهنا لو أنت بتشتغلش بطريقة المخصصات باجي في 2013 وأقول من مصروف الديون المعدومة إلى حساب العملاء، ده القيد بتاعي لو أنا ما بعملش مخصص. بسموها طريقة الرايت أوف، الطريقة المباشرة في إعدام الدين، الطريقة المباشرة في إعدام الديون. إن أنا بنتظر لما الراجل يفلس العميل وأثبت أنا ما كنتش عامل مخصص. وبالتالي هنا الإيراد كان في 2012، المصروف اللي يخصه اللي هو الديون المعدومة كان في 2013، يبقى أنت حملت 2013 بمصروف كان مفترض إنه يكون موجود في 2012. أنت كده خالفت مبدأ الاستحقاق، وأيضا خالفت مبدأ المقابلة، خالفت مبدأ المقابلة. يبقى أنا كده خالفت المبادئ الاثنين، مبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف. خالفت إيه تاني؟ قال خالفت مبدأ القياس، لأن هنا الأرقام اللي موجودة في الميزانية هتبقى أرقام مبالغ فيها، وبالتالي الميزانية لا تعبر عن مركز مالي حقيقي للشركة. فعدم استخدام طريقة المخصص بتؤدي إلى مخالفة بعض المبادئ المحاسبية. المخصصات أنواع، المخصصات عندي أنواع. أول نوع بنقول عليه مخصص لمواجهة التزام مؤكد الحدوث ومعلوم القيمة. في بعض المخصصات هنلاقيها موجودة في جانب الأصول، وبعض المخصصات هنلاقيها موجودة في جانب الالتزامات بالميزانية. من ضمن المخصصات اللي هنلاقيها موجودة في جانب الالتزامات، أول نوع وهو مخصص لمواجهة التزام مؤكد الحدوث ومعلوم القيمة، لازم هيحصل وحضرتك عارف قيمته كام بالظبط، اللي احنا بنقول عليه مكافأة نهاية الخدمة. مخصص مكافأة نهاية الخدمة. قوانين العمل بتقول ان كل موظف لما يجي يخرج من الشغل بتاعه يسيب الشغل له مكافأة نهاية خدمة عن الفترة اللي أداها في شغله. عن أول 5 سنين حضرتك ليك عن كل سنة راتب نص شهر، بدءا من السنة السادسة ليك راتب شهر كامل. يبقى أنا هنا لما أجي أمسك في نهاية كل سنة الموظفين اللي عندي، حضرتك عارف راتب كل موظف السنة دي كام ولا مش عارفه؟ أكيد عارفين. يبقى أنا هنا لو الراجل ده في خلال ال5 سنوات الأولى وراتبه 2000 جنيه، يبقى يستحق نصف شهر، يعني معناها له 1000 جنيه. طب والموظف اللي تعدى ال5 سنين؟ اه والله عندي الراجل رئيس الحسابات راتبه 6000 جنيه، يبقى كده الراجل ده بقى له اكتر من 6 سنين، يبقى هنا له راتب شهر كامل، يعني له راتب يعني له 6000 جنيه كمكافأة عن السنة اللي انت بتتكلم فيها. احسب المبالغ دي كلها وابتدي اعمل بيها مخصص. المخصص في القيد المحاسبي هو عبارة عن مصروف في مواجهة المخصص، لان احنا قلنا المخصص عبء يحمل على قائمة الدخل، المخصص عبء بيحمل
على قيمة الدخل. معنى عبء يحمل على قيمة الدخل معناها انه مصروف رايح قيمة الدخل، يعني قيد التكوين بتاع المخصص دايما. لا الزامي، لا الزامي لا يا استاذ صبري، في نوع من الاحتياطيات هو الاحتياط القانوني، هو ده اللي بنقول عليه الزامي او اجباري بقوة القانون. لكن المخصصات بنقول في محاسبين شغالين بطريقة المخصص، وفي محاسبين ما بيشتغلوش بطريقة المخصصات خالص، ما بيعملوش مخصصات، وبالتالي هنا ده مش الزامي. قيد التكوين بقول من حساب المصروف لحساب المخصص، من المصروف للمخصص. المصروف بيروح على قائمة الدخل والمخصص مكانه ميزانية. قلنا أول نوع من المخصصات لمواجهة التزام مؤكد الحدوث ومعلوم القيمة اللي هي مخصص مكافأة نهاية الخدمة. وإذا حضرتك بتقعد تحسب في نهاية كل سنة، أحسب كل موظف له قد إيه، أحسب كل العاملين عندي، وأقول من حساب مصروف مكافأة نهاية الخدمة إلى حساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة، هذا القيد. فائدة المخصص تكمن في الوصول إلى أرقام حقيقية، ده اللي احنا قلنا لحضرتك عليه أستاذ محمد لما قلنا إن عدم تكوين المخصص يؤدي إلى مخالفة مبدأ القياس، يؤدي إلى مخالفة مبدأ القياس. القياس يعني معناها أن عناصر الميزانية لا تعبر عن أرقام حقيقية أو أرقام مبالغ فيها، وبالتالي الميزانية لا تعبر عن مركز مالي حقيقي للشركة. لو راتب الموظف اتغير من شهر لآخر، أنا هنا باخد تقريبا معظم الناس شغالة يا أستاذة سلوى، آخر مرتب حضرتك أخدتيه خلال السنة كان كام؟ آخر مرتب اللي هو مرتب شهر 12 كان كام؟ وده اللي بتحسب معظم الناس بتشتغل على أساسه، يعني لأنه مش كل الناس مرتباتها بتبقى متغيرة شهريا. ألاقي مثلا الكلام ده ألاقيه عند مندوب المبيعات، مرتبه بيتغير شهريا، بس مندوب المبيعات له مرتب ثابت، مندوب المبيعات له مرتب ثابت وله أساسي، ده اللي أنا بشتغل عليه، ده اللي أنا بشتغل عليه. فمعظم الناس بتشتغل على راتب شهر 12. نشوف حضرتك كان راتبك كام في شهر 12، انت بقى في خلال الخمس سنين الاولى ولا تعديت الخمس سنين؟ اللي في خلال الخمس سنين الاولى يبقى له راتب نص شهر، اللي تخطى الخمس سنين يبقى له راتب شهر كامل. اشوف كل الموظفين اللي عندي احسب المبلغ، بفرض انه طلع 15600، يبقى من مصروف مكافأة نهاية الخدمة او مصروف نهاية الخدمة الى حساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة. المصروف رايح قيمة الدخل، والمخصص رايح التزامات متداولة بالميزانية. جه موظف هيسيب الشغل خلاص، الراجل رئيس الحسابات سايب الشغل، قعدنا حسبنا الراجل ده له فلوس قد ايه، لقينا له 8400 عن سنوات العمل اللي اشتغلها. هنا لما بصرف ما بقولش بقى من مصروف للنقديه، يبقى انا كده في نهاية كل سنة لما اعمل القيد ده وديت المصروف اللي يخص السنة على قائمة الدخل. لما يجي الموظف يسيب الشغل ويمشي، يبقى انا مش هودي قائمة الدخل غير المصروف الفترة فقط، ويبقى انا كده طبقت مبدأ الاستحقاق ومبدأ المقابلة الاثنين. الراجل لما يجي يمشي اهو ما شوف له 8400، اهو ما اقول من مخصص مكافأة نهاية الخدمة لحساب النقدية، وانا كده خفضت المخصص بتاعي. وضحت كده يا سادنا؟ ده اول نوع من المخصصات، مخصص لمواجهة التزام مؤكد الحدوث ومعلوم القيمة. لكن في مخصص لمواجهة التزام مؤكد الحدوث لكن غير معلوم القيمة زي الضرائب. حضراتكم الشركة بتاعتك هتدفع ضرائب ولا مش هتدفع؟ الشيء الطبيعي ده اكيد اكيد، طالما بتحقق ربح يبقى لازم هتدفع ضريبة. بس هي كام بالظبط ما تقدرش تحدد الا لما المحاسب يعتمد الميزانيه ويتحاسب مع مصلحه الضرائب، مصلحه الضرائب تقبل بالقوائم الماليه والربح اللي طالع منها، لان الربح المحاسبي يختلف عن الربح الضريبي، لانه اول شيء يؤثر او يغير الربح المحاسبي عن الضريبي هو مصروف الاهلاك. احنا بنحسب الاهلاك بطريقتنا كمحاسبين بطرق الاهلاك المختلفه، لكن مصلحة الضرائب لها قوانين أخرى في حساب الإهلاك وهو الإهلاك الضريبي،
والإهلاك الضريبي دائما أعلى من الإهلاك المحاسبي، فالشيء الطبيعي أن الربح هيتغير. هنا ده التزام مؤكد الحدوث، لكن غير معلوم القيمة بالضبط كام، غير معلوم القيمة بالضبط كام. وبالتالي أنا بعمل حاجة اسمها مخصص للضرائب، يبقى ده النوع الثاني من المخصصات. النوع الثالث مخصص لمواجهة التزام غير مؤكد الحدوث وغير معلوم القيمة. زي ايه؟ حضرتك بعت بضاعة العميل وكاتبين عقد، العميل قال لك انه في جزء من البضاعة غير مطابق للمواصفات، وحضرتك اختلفت معاه وقلت له لا ده سوء تخزين من عندك، بعد مفاوضات الراجل رفع عليك قضية، هل هيتحكم فيها لمصلحتك ولا لا؟ مش عارف. يبقى هنا الالتزام غير مؤكد الحدوث، ممكن المحكمة تحكم عليها بتعويض. عفوا، المحكمة ممكن تحكم عليا بان انا ادفع تعويض، وممكن تقول لا ده سوء تخزين من عند العميل وبالتالي انا مفيش عليا حاجة. يبقى الالتزام هنا غير مؤكد الحدوث، واذا حصل فهو غير معلوم القيمة، ما تعرفش القاضي هيحكم عليك بكام. فده نقول عليه مخصص لمواجهة التزام غير مؤكد الحدوث وغير معلوم القيمة، ويطلق عليه مخصص التعويضات القضائية. ازاي تقدر مخصص الضرائب؟ يمكن في شروط او حاجات مهمة وانت بتعمل وانت بتقدر المخصص. من شروط التكوين المخصص ثلاث حاجات. اول حاجة نقول حدث وقع في الماضي ويتوقع حدوثه في المستقبل. حدث وقع في الماضي ويتوقع حدوثه في المستقبل. نمرة اتنين، يترتب على الحدث التزام يترتب عليه خروج منفعة اقتصادية، زي مخصص الصيانة. لما حضرتك بتشتري جهاز كهربائي والشركة تديك عليه ضمان لمدة 6 شهور او لمدة سنة او سنتين، كده في التزام على الشركة ان الجهاز ده لو رجع هتعمل له صيانة على حسابها ولا لا؟ شيء طبيعي ده اكيد. هنا الشركة بتعمل حاجة اسمها مخصص صيانة، مخصص للصيانة، وبيتقدر. يبقى اول حاجة حدث وقع في الماضي يتوقع حدوثه في المستقبل. نمرة اتنين، يترتب على الحدث التزام يترتب عليه خروج منفعة اقتصادية في المستقبل. نمرة ثلاثة، ثقة عالية في القائمين على تقدير المخصص، الناس اللي بتقدر المخصص. بقى يا استاذ محمد تقدروا ازاي؟ قال في حاجة اسمها الناس اللي بتعمل مخصصات الصيانة، في اساس علمي وفي خبرات من السابق. اساس علمي ان الفنيين هم اللي هيحددوا لي تكلفة صيانة الأجهزة، لو هي أعطال كبيرة أو صغيرة تكلفني كام بالظبط، لو كل مبيعاتي رجعت فيها أعطال هتتكلف قد إيه. يعني أقول لحضرتك مثال، لو قلنا إنه الفنيين قالوا لحضرتك كده، لو كل الأجهزة بتاعتك رجعت فيها أعطال كبيرة تكلف الشركة 4 مليون، ده كل مبيعاتك، ولو كل مبيعاتك رجعت فيها اعطال صغيره تكلف الشركه 1 مليون فقط. ده راي الفنيين. يجي دورك انت كراجل بتقوم على تقدير المخصص، تاخد من خبرات السنوات السابقه. يعني ايه؟ اشوف اللي حصل في السنوات السابقه في متوسط مثلا من 3 لـ5 سنين، مبيعاتي كم في الميه بيرجع في اعطال كبيره، وكم في الميه بيرجع في اعطال صغيره، وكم في المية بيرجع ما بيرجعش خالص، ما فيش اعطال. لو افترضت معاك انه 75% من مبيعاتي ما بترجعش، ما فيش فيها اعطال، 5% بيرجع فيها اعطال صغيرة، اعطال كبيرة، واحنا قلنا ان الاعطال الكبيرة تكلفني 4 مليون، يبقى 4 مليون في 5%، وطلع الرقم اللي هو 200 الف. 20% من مبيعاتي بترجع فيها اعطال صغيرة، حاجات بسيطة، والاعطال البسيطة بتكلفني 1 مليون، يبقى 1 مليون في 20% بـ200 الف. كأن انا هعمل كده مخصص 200 زائد 200 يعني 400،
واقول من مصروف صيانه لحساب مخصص الصيانه بال400,000. فتقدير المخصص بيكون على اساس علمي وخبرات سابقه. وضحت كده يا استاذ محمد؟ في حد عنده اي استفسار في الجزء ده يا اساتذه؟ يبقى انا كده قدرت المخصص. الشيء الطبيعي ان انت لسه بنقول يا استاذ محمد ان انا خدت من خبرات السنوات السابقه، يعني معناها ان انا عملت دراسه للماضي وبدات اشوف الاجهزه اللي بترجع نسبتها كام في الميه وبشتغل على الاساس ده. اذا لقيت ان انا قدرت المخصص بصوره مبالغ فيها يعني مبلغ كبير قوي هنا، يبقى السنه اللي وراها لازم اقلل نسب المخصص لانها تقديريه كلها. انت كنت بتقول 5% و20%، اللي انا قدرته طلع مبلغ كبير قوي، يعني انا عملت مخصص ب400 ما صرفتش غير 300، يبقى السنه اللي وراها اقلل نسب المخصص، اقلل نسب بتاعه المخصص بتاعتي، بدل ما هي 5% و20% اخليها 3 و15. يبقى انا هنا ايه لقيت؟ ابو 8400، ده اسمه مخصص مكافئه نهايه الخدمه. عملنا المخصص ب15,600، الموظف اللي طلع من الشركه نهى شغله له مكافاه عن سنوات شغله اللي فاتت 8400 جنيه. فبصرف له يا استاذ سيد 8400 دول مكافاه نهايه الخدمه بتاعته، فبقول من مخصص مكافاه نهايه الخدمه لحساب النقديه. يبقى احنا كده اتكلمنا في 3 انواع للمخصصات. ودي بتكون دايما موجوده في جانب الالتزامات المتداوله في الميزانيه. مخصص لمواجهه التزام مؤكد الحدوث ومعلوم القيمه اللي هو مكافاه نهايه الخدمه. مخصص لمواجهه التزام مؤكد الحدوث وغير معلوم القيمه، مخصص الضرائب. النوع الثالث مخصص لمواجهه التزام غير مؤكد الحدوث وغير معلوم القيمه، مخصص التعويضات القضائيه. الثلاثه دول دايما نلاقيهم في جانب الالتزامات. نيجي للنوع الرابع وهو الاهم او مهم بمعنى اصح، مخصص لمواجهه النقص المحتمل في قيم الاصول. مخصص لمواجهه النقص المحتمل في قيم الاصول. طالما بنقول نقص محتمل في قيم الاصول يبقى اكيد هنلاقيه مرتبط بالاصول، يعني هنلاقيه في جانب الاصول بتاعتنا. زي ايه؟ تعال نشوف بقى كده. مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. مخصص لمواجهه نقص محتمل في قيم الاصول زي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها اللي بيكون في مقابله المدينون، وده من الحاجات المهمه جدا، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وازاي انك انت تكونه، لانه له اكتر من طريقه في التكوين. مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه. لو انت شاري اوراق ماليه بغرض اعاده البيع فهي بضاعه بالنسبه لك فهي اصل متداول، او ان انا شاريها كاستثمارات. الشيء الطبيعي انه الاوراق الماليه تتعرض للهبوط او الزياده في اسعارها في البورصه، فبنعمل مخصص لهبوط اسعار الاوراق الماليه. مخصص مرتبط بالمخزون، سواء هبوط اسعار المخزون بتاعي او المخزون الراكد، بعمل مخصص لهبوط اسعار المخزون او للمخزون الراكد. دول بيبقوا مرتبطين بالاصول، الاقي الاصل مطروح منه المخصص. ابتدي التكوين بتاع المخصص، بنقول دايما من المخصص، من المصروف للمخصص، من المصروف للمخصص بتاعي. ولما اجي اصرف منه اقول من المخصص مثلا للنقديه، من المخصص للنقديه. النوع الرابع اللي بنتكلم حضراتكم عنه وهو مخصص لمواجهه النقص المحتمل في قيم الاصول. اهم نوع فيهم هو مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ودي من الحاجات المهمة جدا اللي المفترض حضراتكم تكونوا عارفينها وتعرف ازاي انك انت تكون مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. المخصص ده بيكون مرتبط بالمدينون في الميزانية.
يعني بقول مدينون ناقص مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. لو انت ما بتشتغلش بطريقة المخصص في اعدام الدين، يبقى لما عميل يفلس وخلاص تتأكد انك انت الدين اعدم، بتقول من حساب مصاريف الديون المعدومة لحساب العملاء، وده بيسموها الطريقة المباشرة في اعدام الدين، طريقة لا تتناسب مع الجاب، لانك انت هنا بعت بضاعة زي ما قلنا في 2012، الدين اعدم في 2014، يبقى المصروف اللي يخص الايراد لم يتم مقابلته مع الايراد، الايراد في 2012 والمصروف اللي يخصه في 2014، خالفت مبدأ المقابلة والاستحقاق. العملة في الميزانية بمليون وخمسمية فرضا، بس ده فيه حوالي 150,000 ديون متأخرة بقالها اكتر من 3 سنين، الديون دي احتمال عدم تحصيلها كبير، وبالتالي رقم المدينون في الميزانية بتاعتك رقم مبالغ فيه، وطالما مبالغ فيه يبقى انت خالفت مبدأ القياس، واصبحت الميزانية لا تعبر عن مركز مالي حقيقي. عايزين نعرف ازاي ان احنا نكون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. المخصص ده من المخصصات المهمة، عدم تكوين المخصص يؤدي الى مخالفة المبادئ زي الاستحقاق والمقابلة والقياس. من طرق بقى التكوين، ازاي تكون مخصص ديون مشكوك في تحصيلها؟ اول طريقة هي طريقة الميزانية، البالانس شيت. باخد نسبة من اجمالي المدينون في الميزانية. بيتم تكوين المخصص على اساس نسبة من رصيد المدينون في الميزانية في نهاية الفترة. باجي في نهاية السنة اشوف رصيد المدينون في الميزانية كام، وانا محدد النسبة بتاعتي اللي على اساسها بشتغل، الناس القائمين على تقدير المخصص قدروها، اضرب المدينون في النسبة، يديني مش اللي يخص السنة، ما بيدينيش اللي يخص السنة. طب ليه يا أستاذ ما بيدينيش اللي يخص السنة؟ حد يقدر يقول لي ليه الطريقة دي بتديني رصيد المخصص آخر الفترة وليس مصروف الفترة؟ ها شباب، حد عنده أي خلفية؟ شباب، حد يقدر يقول لي ليه طريقة الميزانية بتديني المخصص، بتديني الرصيد في نهاية الفترة وليس مصروف الفترة؟ طريقة الميزانية تاني، بنقول طريقة الميزانية باخد رصيد المدينون في الميزانية في آخر السنة واضربه في نسبة المخصص اللي أنا مقدرها. الطريقة دي بنقول بتديني رصيد آخر الفترة من المخصص، أطرح منه رصيد أول الفترة عشان يديني المصروف اللي أنا هعمل بيه القيد المحاسبي. ليه بتديني رصيد آخر الفترة وليس مصروف الفترة؟ أنا كده كده يا أستاذ محمد يا فرج، بأي طريقة حضرتك هتطلع بيها المخصص هقول المدينون ناقص المخصص فيديني صافي القيمة القابلة للتحقق في الميزانية. لكن أنا بقول ليه طريقة الميزانية بتديني رصيد المخصص في النهاية وليس مصروف الفترة؟ أستاذ سيد تمام، رصيد المدينين تراكمي لا يخص الفترة دي فقط. الله يفتح عليك. الفرق بين الميزانية وقائمة الدخل هو ده اللي يعرفك اصل السؤال اللي بنتكلم عنه. أرصدة الحسابات اللي موجودة في قائمة الدخل هي أرصدة حسابات تخص السنة المالية اللي احنا بنشتغل عليها فقط، وبالتالي اللي يطلع منها يخص السنة فقط. اما رصيد المدينون او اي رصيد في الميزانية بنقول عليه كده رصيد تراكمي من بدء مزاولة النشاط حتى لحظة اعداد الميزانية. الارصدة اللي موجودة في الميزانية هي ارصدة تراكمية للحظة اعداد الميزانية. الارصدة اللي موجودة في الميزانية يا استاذ محمد بنقول عليها كده رصيد تراكمي من لحظة بدء مزاولة النشاط حتى لحظة اعداد القوائم المالية. فالارصدة اللي موجودة في الميزانية تعبر عن رصيد في نهاية الفترة، وبالتالي اللي انا اخده منها يمثل رصيد اخر الفترة. فطريقة الميزانية كده،
انا بشتغل على حساب المدينون وهو رصيد في لحظة معينة، يبقى اللي يطلع منه عبارة عن رصيد في هذه اللحظة. المخصص اللي هيطلع منه، الرقم اللي هيطلع منه عبارة عن رصيد المخصص في تاريخ اعداد الميزانية. اطرح منه بقى رصيد اول الفترة اللي كان جاي من السنة اللي فاتت، الفرق بينهم يديني مصروف الفترة، الفرق بين الاثنين يديني المصروف اللي يخص الفترة، ودي بنسميها طريقة الميزانية. تعال ناخد مثال عليها كده وحضرتك تشوف. رصيد المخصص اللي هو مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في اول الفترة كان 4500، ده جاي من ميزانية السنة اللي فاتت او من القيد الافتتاحي بتاع حضرتك. رصيد المدينون في اخر الفترة في الميزانية في لحظة اعداد القوائم المالية بتاعتك بقى 250,000، ده رصيد المدينون بتوعك. بيتم تكوين مخصص بنسبة 5% من المدينون، يبقى أنا باخد رصيد المدينون في الميزانية اللي هي 250,000 في 5% ب 12,500. ال 12,500 دول هم رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها آخر الفترة. طب أنا عايز أطلع القيد اللي أنا هعمله يطلع بكام؟ يبقى أنا عندي 12,500 ناقص رصيد أول اللي هو 4,500 يبقى 8,000. تمام كده؟ تعال نشوف القيد اللي يخص الفترة، 12,500 ناقص 4,500 يبقى 8,000، وده اللي هيتعمل بيه القيد المحاسبي من مصروف الديون المعدومة لمخصص ديون مشكوك في تحصيلها. المصروف هيروح على قائمة الدخل، والمخصص ابو 8,000 ده كان عندي رصيد فول السنة ب 4,500، وانا عملت قيد المخصص جه داين ب 8، يبقى رصيد المخصص اصبح 12,500. ولو يجي يظهر في الميزانية الاقي مدينون ب 250,000 ناقص مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 12,500 يبقى 237,500، بيسموها كده نت ريلايزابل فاليو، صافي القيمة القابلة للتحقق، عبارة عن رصيد المدينون ناقص مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يبقى ده يظهر في الميزانية كده 250 ناقص 12,500، يبقى صافي القيمة القابلة للتحقق 237,500. لو حضرتك جيت أعدمت دين واحد من العملاء أعلن إفلاسه وعنده 2,000 جنيه، يبقى أنا هنا هاخد من المخصص اللي انا عملته واقول من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لحساب العملاء بال2,000. يبقى هنا اعدام المخصص، اعدام الدين في طريقه المخصص يكون في مواجهه المخصص وليس المصروف. اعدام الدين في طريقه المخصص اهو يكون اعدام الدين في مقابله المخصص، مفيش مصروف هنا خلاص لان انا حسبت المصروف مره. إنما الطريقة المباشرة اللي ما بيعملش مخصص كان هيقول من مصروف الديون المعدومة للعملاء، فإعدام الدين في مقابلة المصروف، وده مخالف للجاب. دي بيسموها طريقة الميزانية. وضحت الطريقة دي يا أساتذة؟ في حد عنده استفسار في طريقة الميزانية؟ طيب نشوف طريقة التانية وهي طريقة قائمة الدخل. بيتم تكوين المخصص. ايه اللي موجود في قائمة الدخل حضرتك تقدر تشتغل عليه؟ قال المبيعات الآجلة، مبيعاتي اللي موجودة في قائمة الدخل. تكوين المخصص على أساس نسبة من رصيد المبيعات الآجلة، نسبة من رصيد المبيعات الآجلة. الطريقة دي بتعطي مصروف الفترة، بتعطي المصروف اللي يخص الفترة بالفعل. ليه؟ لأن أنا بشتغل على المبيعات والمبيعات تخص الفترة الحالية. نفس البيانات اللي كانت موجودة فوق، بقول رصيد المخصص فول الفترة 4,500، المبيعات 500,000، هنكون مخصص بنسبة 2% من المبيعات، ودي اسمها طريقة قائمة الدخل. يبقى 500,000 في 2% ب 10,000. لا، انا بديك نسب افتراضية يا استاذ صبري، المخصصات تقديرية، المخصصات تقديرية.
يبقى 500,000 في 2% ب 10,000. ده اللي يخص السنه دي وده اللي انت هتعمل بيه القيد. يبقى من مصروف الديون المعدومه الى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بال 10,000. وانا كان عندي رصيد 4,500، يبقى كان رصيد المخصص في نهايه الفتره 14,500. ده الفرق بين طريقه الميزانيه وقائمه الدخل. في طريقه الميزانيه اللي بيطلع من الحساب بتاعك هو رصيد اخر، تطرح منه رصيد اول يديني اللي انا هعمل بيه القيد. في طريقه قائمه الدخل اللي بيطلع من ناتج ضرب المبيعات في النسبه هو ده اللي انا هعمل بيه القيد، اجمعه على رصيد اول يديني رصيد اخر. 500,000 مبيعاتي في 2% ب 10,000 من مصروف ديون معدومه للمخصص ب 10. 10 زائد ال 4,500 اللي كانوا موجودين يبقى رصيد المخصص اخر السنه 14,500. هناك كان 12,500 وكنا طرحينه من الميزانيه. هنا يبقى تتعرض في الميزانيه ازاي؟ ادي مدينون ب 250 ناقص مخصص الديون المشكوك في تحصيلها اصبح 14,500 بالطريقه دي، يبقى صافي القيمه القابله للتحقق 235,500. تمام الطريقتين دول كده يا اساتذه؟ حد عنده اي استفسار في الطريقتين دول؟ في طريقه ثالثه، هي طريقه اصعب بتاخد جهد ووقت من المحاسب لكنها من وجهه نظري تعتبر من ادق الطرق في تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. المحاسب اللي عايز يبان ان هو قوي ويشتغل شغل قوي ويطلع بيانات عالية يقدر يستفيد بيها في حاجات تانية كمان غير تكوين المخصص، قدامه الطريقة الثالثة، ودي اللي بيسموها طريقة جدول تحديد او قياس اعمار الديون. جدول تحديد او قياس اعمار الديون بتاعتي. يعني ايه؟ قال يعني همسك كل عميل موجود عند حضرتك واشوف الرصيد بتاعه في اخر السنة عبارة عن ايه؟ هل هو فاتورة واحدة متأخرك قد ايه في الوقت؟ في عميل عنده فاتورة خلال فترة الاستحقاق من يوم مثلا ل30، لو افترضنا من 30 يوم. في عميل عنده فاتورتين، واحدة متأخرة شهر وواحدة متأخرة شهرين. يبقى انا بمسك كل عميل على حدة واحدد عمر الدين بتاعه قد ايه، وبناء على عمر الدين ابتدي احط نسب للمخصص، كل مبلغ يتحط له نسبه معينه، كل ما الدين اتاخر اعلي نسبه المخصص بتاعتي. عشان تفهم معاك تعال نشوف جدول تحديد اعمار الديون. من ادق الطرق في تقدير المخصص تعتمد على عمر الديون، كل ما كان عمر الدين كبير زادت فتره تاخر التحصيل بتاعه يتم زيادة نسبة المخصص. بتحتاج لوقت وجهد خصوصا لو انت بتشتغل في شركة عدد العملاء اللي بيتعاملوا معاك كبير، فانت كده هتاخد منك وقت وجهد لكن هي ادق. ده الجدول اللي من خلاله تقدر انك انت تحسب المخصص ازاي. اسم الشركة من يوم ل30 يوم تأخير، اللي هو مثلا لو احنا قلنا ان انا بدي فترة سماح 30 يوم للسداد، ال 30 يوم دول هم الديون التي لم تستحق بعد لسه. طب اللي متأخر بقى من 31 يوم ل 60 يوم، واللي متأخر من 61 ل 90، واللي أكتر من 90 يوم. اللي أكتر من 90 يوم ده ممكن يكون بقى له 3 شهور، 4 شهور، 6 شهور، سنتين. هو متأخر قد إيه بقى؟ ونبتدي نحسب. وامسك كل عميل على حده. ادي شركة الإمام رصيدها في دفاتري 35,000، عبارة عن ايه؟ 20,000 فاتورة خلال فترة التسهيلات اللي هي من يوم ل30، وعنده فاتورة متأخرة من 31 يوم ل60 ب 15,000. يبقى اجمالي رصيد العميل 35. شركة الحمد عنده فاتورة متأخرة من 31 يوم ل60 يوم ب 50,000، وفاتورة بقى لها أكتر من 90 يوم ب 20,000، يبقى الراجل ده عليه 70. شركة اكس بي عنده فاتورة خلال فترة السماح اللي هي من يوم ل30 ب 25,000،
وعنده فاتورة متأخرة من 61 ل 90 يوم، يعني من شهرين فوق الشهرين وأقل من 3 ب 11,000، وفاتورة ب 9,000 بقالها أكتر من 3 شهور، قد تكون 5 6 أيا كان، يبقى رصيد العميل ده 45. لو جمعت الإجمالي يديني 150,000 رصيد العملاء. أجا جمع رأسي، الديون بتاعتي كلها اللي من يوم ل 30 يوم هي عبارة عن ده ب 45,000، واللي من 31 ل 60 قيمتها 65,000، اللي من 61 ل 90 قيمتها 11، اللي أكتر من 90 يوم 29,000. لو جمعت أفقي أو جمعت رأسي يديني رصيد العملاء. أبتدي أحط نسب المخصص بتاعتي بناء على عمر الدين، اللي يدوب من يوم ل 30 حطيت له 1% فقط، واللي من 31 ل 60 حطيت 8%، اللي من 61 ل 90 15. أنا بدي نسب افتراضية عشان محدش يقول إن النسب دي ثابتة، دي نسب افتراضية. اللي أكتر من 90 يوم عليت نسبة المخصص وقلت 22%. تمام كده يا أستاذنا؟ تعال نشوف الأرقام دي تطلع إزاي. ال 45 في 1% ب 450، 65 في 8% معلش في 4%، أنا آسف، دي 4 ودي 12. الأرقام بس اختلفت شوية. إن شاء الله لما أرفع لكم الملف هعدل الأرقام دي فيها وأرفعها لكم. هنا دي مش 8 هنا 4، ف 65 في 4 ب 2600، اللي وراها 12 يبقى 11 في 12 ب 1320، 29,000 في 22 ب 6380، يبقى انا عندي 450، 2600، 1320، 6380، اجماليهم 10,750. طب هنا يا اساتذه احنا بنشتغل بطريقه ميزانيه ولا قائمه دخل؟ ها يا اساتذه بنشتغل هنا بطريقه ميزانيه ولا قائمه دخل؟ انا بشتغل على رصيد مين؟ رصيد العملاء، ورصيد العملاء ميزانيه، رصيد العملاء ميزانيه، يبقى كان الرقم اللي هيطلع ده هو رصيد المخصص اخر الفتره وليس المصروف. اللي هيطلع هنا رصيد المخصص اخر الفترة وليس المصروف. تمام كده؟ العشرة 750 دول رصيد المخصص اخر الفترة، اطرح منه الاربعة 500 اللي هو كان رصيد اول الفترة المخصص، كأن اللي يخص السنة دي 6250، وده اللي حضرتك هتعمل بيه القيد، وتقول من حساب مصروف الديون المعدومة لحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بال 6250، من المصروف للمخصص 6250، ويظهر في الميزانية مدينون 250,000 ناقص مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بال 10750، يبقى صافي القيمة القابلة للتحقق 239,250. لو انت اشتغلت بالجدول ده اللي قدام حضراتكم ده تقدر تستفيد بيه في حاجات تانية في شغلك ولا ما تقدرش؟ حد عنده اي فكرة؟ بيتحسب لها نسبة بسيطة يا استاذ سيد، وعشان كده انا حطيت لك فيها 1%، لانه هنا حتى لو العميل من ضمن العملاء الجيدين جدا لكن جه ظرف طارئ في لازم ناخد في اعتبارنا الظروف الخارجة عن الارادة، يعني عميل حصل ماس كهربائي عنده التهم كل شركته، فالراجل اعلن افلاسه مع انه كان من العملاء الممتازين بالنسبه لك، فعشان كده بناخد حتى فترات الائتمان اللي هي من يوم ل 30 باخد لها نسبه بسيطه ولتكن 1% او 2% على حسب شغلك. استاذ صبري بيقول بستخدمه في المبيعات الشهريه، استاذ محمد فرج نسب ماليه وتحليل نسب مبيعات متابعة التحصيل، الله ينور عليكم. انت بقى تعبت مرة واحدة وانت بتعمل الجدول ده لأول مرة في نهاية السنة لانك هتعمله عن فترات كبيرة، طب عشان ما تعبش فيه بعد كده الاقي في نهاية شهر يناير واشوف ايه التغيرات اللي طرأت على الجدول دي واعدله، ويبقى الجدول ده جدول اعمار الديون في اخر يناير، فترة التعديل بتاعتي بسيطة
استخدمه في ايه؟ اربط ما بين اداره المبيعات واداره التحصيل. الشركه اللي هي شركه اكس بي قدام حضراتكم دي، الشركه دي متاخر عندها فاتورتين قدام ولا لا؟ ومع كده بتاع المبيعات راح جاي مطلع له فاتوره جديده ب 25,000. هنا لو انت عامل ربط ما بين اداره المبيعات واداره التحصيل واداره الشركه، يبقى كانك انت حجمت الكل، عملت رقابه داخليه عاليه على كل العاملين بالشركه. انا لما ابعت صوره من الكشف ده للمدير العام، صوره لاداره المبيعات، صوره لاداره التحصيل، معناه ان انا بقول للراجل بتاع المبيعات ما ينفعش تطلع للراجل ده فاتوره اصلا اللي اسمه شركه اكس بي طالما عنده فواتير متاخره. طلبه الاول انه يسدد فاتوره قديمه عشان ياخد جديد، واظهرته قدام الاداره ان في ضعف في اداره التحصيل، جزء من التحليل المالي زي ما بيقول الاستاذ محمد فرج، ونوع من انواع الرقابه الداخليه، ان انا هنا ببين للاداره ان في ضعف، لانه من ضمن الاهداف بتاعه التحليل المالي اكتشاف نقاط القوه والضعف في السياسات الماليه المطبقه للشركه. يبقى انا كده من خلال ده قدرت اكتشف بعض نقاط الضعف عشان يتم علاجها. وضحت كده يا سادة؟ يبقى من ضمن الحاجات اللي انا بستخدمها في هذه الطريقة استخدامها في عملية الرقابة الداخلية، الربط بين ادارة المبيعات وادارة التحصيل، استخدامها في بعض الحاجات اللي تخص التحليل المالي. وضحت الامور كده يا سادة؟ حد عنده اي استفسار في اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة؟ ها شباب، كده خلصنا النهاردة جزء المخصصات. ان شاء الله المرة اللي جاية بإذن الله، بس مش هتكون الجمعة، هتكون الثلاثة اللي زي النهاردة، لأنه أنا بعتذر لكم إن أنا عندي ظروف يوم الجمعة مش هقدر أكون موجود. فإن شاء الله محاضرتنا الأخيرة هتكون يوم الثلاثة اللي جاي، هتكون يوم الثلاثة اللي جاي، هنتكلم فيها في جزء من الاحتياطيات وندي الاختبار النهائي بتاع حضراتكم. أرجو إن أكون فدتكم إن شاء الله، ويا رب ما أكونش كنت ضيف تقيل عليكم في الكورس اللي اشتغلته معاكم. ان شاء الله المحاضرة اللي جاية يوم الثلاثة اللي جاي هتكون اخر محاضرة في كورس المحاسبة المالية العملية، هنتكلم عن الاحتياطيات، ودي لحضراتكم الاختبار النهائي اللي حضراتكم هتشتغلوا عليه. لا، طريقة قياس اعمار الديون يا استاذ صبري، انا بشتغل على رصيد العملاء، وبالتالي رصيد العملاء موجود في الميزانية وليس في قائمة الدخل. طريقة قائمة الدخل يا استاذ صبري، بشتغل على رصيد المبيعات، بشتغل على رصيد المبيعات، وبالتالي طريقة اعمار الديون هي خاصة بالميزانية، لانها بتتعامل مع عنصر من عناصر او حساب من حسابات الميزانية وليس قائمة الدخل. اي استفسار تاني؟ اللي عنده اي استفسار هرفعه لحضراتكم، حاضر هرفعه للدعم الفني وهم ان شاء الله هيرفعوه لحضراتكم بإذن الله. مجرد ما اخلص المحاضرة إن شاء الله هرفعه للدعم الفني، وهم هيبتدوا على طول يرفعوه لحضراتكم على الموقع بتاع الدارين. أي أوامر؟ نشوفكم على خير إن شاء الله يوم الثلاثة اللي جاي. إن شاء الله يوم الجمعة مش هيبقى فيه محاضرة. المحاضرة هتكون إن شاء الله إذا حان ربنا وكلنا عمر يوم الثلاثة اللي جاي زي النهاردة. شكرا ليكم وجزاكم الله كل خير، ويا رب تكونوا استفدتوا بشيء جديد، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.